آية 99 سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك تحول الخطاب بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلاله للأمة كلها للمسلمين. كذلك يعني إيه؟ باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق. يبقى ذلك إشارة إلى ما سبق من آيات، والكاف للتشبيه، وذا للإشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب. شوف كذلك فيها كم حاجة، الكاف للتشبيه، وذا إشارة للسابق، واللام للبعد، بعد المرتبة علو المكان، والكاف للخطاب. فهمت بقى؟ كذلك نقص عليك، نقص عليك يعني نحكي لك. القصص هو الحكاية والإخبار. نقص عليك أيها النبي المعظم صلى الله عليه وسلم، والخطاب من خلاله إلى الأمة المكرمة، من أنباء ما قد سبق، وهذا غيب من الغيوب لا يعلمه إلا من يوحى إليه. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. يبقى آتيناك من لدنا يعني من عند الله، يعني هذا القرآن من لدنه يعني من عنده سبحانه وتعالى. ذكرى للتذكير وللشرف، فالذكر أن يكون لك ذكر في الناس يعني شرف، وأن يكون لك ذكر أيضا أن تتذكر فلا تنسى. فالذكر فيه معنى الشرف، وفيه معنى أيضا إيه؟ التذكير وعدم الغفلة. يلا يا سيدي. من أعرض عنه، عن هذا الذكر يعني، فإنه يحمل. وأعرض عنه يعني إيه؟ يعني كفر به، لم يعمل بمقتضاه، غفل عنه، امتنع منه، أنكره، كل ده إعراض. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والوزر هو الثقل، والثقل بسبب المعصية، ثقل المعصية يعني ما يترتب عليها من عقوبة. يلا يا سيدي. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يعني خالدين فيه أي في هذا الوزر وما اقتداه من العذاب. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، لأنهم حملوا أوزارهم فوق ظهورهم. وساء لهم يوم القيامة حملا. تفضل يا سيدي. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ننفخ في الصور، دي قراءة أبو عمرو البصري. يوم ننفخ، ويوم ده ظرف، ظرف زمان اللي هو إيه؟ لحظة إيه؟ النفخ. يبقى في نفخ للصعق، ونفخ للفزع، ونفخ للحشر. هي ثلاث نفخات ولا نفخة واحدة؟ مذهبان، في مذهب قال لك ده ثلاث نفخات، نفخة للصعق فصعقة، ونفخة ففزع، ونفخة فنحشر. فهمت؟ وقيل أن نفخة الفزع هي نفس نفخة إيه؟ الحشر، لأنهم يفزعوا فيحشروا. يبقى قيل نفختان وقيل ثلاث نفخات. كويس. يوم ننفخ في الصور، وهذا الصور التقمه ايه؟ سيدنا إسرافيل، موكل بأن يأمره الله بأن ينفخ، فينفخ نفخة فيصعق من في السماوات والأرض، ثم ينفخ نفخة ففزع من في السماوات والأرض، ثم ينفخ النفخة الثالثة إن قلنا أنها غيرها، فيحشر الناس ايه؟ يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور، يوم ننفخ. طب وربنا هينفخ يعني بأمره، يعني ايه؟
ننفخ هنا بمعنى الامر بالنفخ، زي ما تقول انت مثلا بنى الملك القصر، طب الملك هو اللي مسك الطوب والاسمنت وقعد يبني ولا امر ببنائه؟ امر ببنائه. يوم ننفخ في الصور، والصور بوق عظيم كالبوق كده، ربنا خلقه وجعله في فم احد الملائكة الكبار وهو سيدنا اسرافيل. يوم ينفخ في الصور، فالصور هو البوق، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يحشروا لونهم ازرق، خدت بالك؟ الرجل الازرق، حتى بيعملوا يا اخي مسلسلات وافلام يجيب لك يقول لك الرجل الازرق عشان مغضوب عليهم، فربنا برضو ايه بين ان الزرقة علامة الغضب. يوم نحشر المجرمين يومئذ ايه زرقا، قيل زرق العيون وقيل زرق ايه البشرة علامة لهم، والازرق لون معروف وهو يدل على الذل والاختناق. شوف الواحد لما يبقى مختنق مش عارف ياخد نفسه ويعمل ايه يبقى مزرق، لان هم مخنوقين من شدة وطأة ما هم فيه من شدة. يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقا. تفضل يا سيدي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون بينهم، لا عشرة، سكن تقول عشرة، لا عشرة. تاني قول. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نعم، يتخافتون بينهم يعني يتكلمون بصوت ايه منخفض فيما بينهم، يبقى يتخافتون كل واحد يكلم اللي جنبه بصوت منخفض. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، احنا قعدنا ايه 10 سنين ولا 20 سنة ولا ايه في القبور يعني؟ إن لبثتم إلا عشرة. نحن، تفضل يا سيدي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا طريقة إذ يقول أمثالهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون، سبحانه عليم بكل شيء. إذ يقول أمثلهم طريقة وأعدلهم وأحكمهم، يبقى الحكيم فيهم ذو العقل هو اللي هيقول لهم إيه أمثلهم طريقة، يعني إيه أكثرهم إيه حكمة وتأنيا وتبصرا. إن لبثتم إلا يوما، من أيام الله، في يوم عند ربك 1000 سنة وفي يوم عند ربك 50,000 سنة، مش من أيام الدنيا. إن لبثتم إلا يوما، لبثتموا إلا يوما، قراءة إيه ورش وكذا ابن كثير، بس ابن كثير ما يمدش 6 يمد 4 وله القصر وكذا قالون له الوجهان. فضل يا سيدي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نعم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الجبال يوم القيامة، بعض المؤمنين وبعض كفار قريش سألوا النبي عن الجبال كيف حالها يوم القيامة، فأجاب الله في هذه الآية نيابة عن النبي: يسألونك عن الجبال كيف حالها يوم القيامة فقل ينسفها ربي نسفا، يبقى يوم القيامة تنسف نسفا. فضل يا سيدي، يعني تزال إزالة تامة، هذه معنى ينسفها ربي نسفا، تزال إزالة تامة، أرض المحشر لا جبال فيها ولا مرتفعات، مستوية كالخبزة. كويس، يلا يا سيدي. فيذرها قاعا صفصفا. الصفصف هو المستوي والقاع هو الأرض. فيذرها قاعا صفصفا يعني أرضا مستوية، هذه معنى قاعا صفصفا، أرضا مستوية. تفضل يا سيدي. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يبقى ده بيوصف لك أرض المحشر،
لا ترى فيها عوجا يعني اعوجاج وانحناءات، ولا أمتة يعني ولا ارتفاعات. لا فيها ارتفاعات، فالأمت هو الارتفاع والعوج هو الانحناء. لا ترى فيها عوجا ولا أمتة. المهندسين يقول لك المحور السيني والمحور ايه الصادي، مش كده برضو؟ الصادي اللي هو الفيرتيكال الرأسي ده يسموه الأمت. يبقى الارتفاع في السماء يسموه أمت، والاعوجاج في المحور الهوريزونتال اللي هو ايه السيني اللي هو المستوي يسموه ايه اعوجاج. فهمت؟ عشان تعرف اللغة الفصيحة كل حاجة ليها مفردها. فبتتكلم على ارتفاعات تقول أمت، تتكلم على اعوجاج تقول ايه عوج وانحناءات. فأرض المحشر لا عوج فيها ولا أمت، لا اعوجاج ولا انحناء ولا ارتفاعات. يلا يا سيدي اللي هناك الصف الأول الثاني. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم، خد بالك بقى. فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآيتين دول آية واحدة في العد المدني. شوف، فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، آية واحدة في العد المدني، وآيتين في العد إيه الكوفي كما هو أمامك. لأن يعني المصحف اللي أمامك مكتوب بقراءة حفص، وحفص عن عاصم كوفي، يبقى ده المصحف اللي امامك ده مصحف كوفي. في مصحف مدني، في مصحف بصري، من حيث ايه تقسيم الايات. فاهم؟ فالمصحف المدني هتجده ايه الايتين دول ايه واحده. طبعوه في الحرمين في مكه في المدينه، لكن ايه مصر تخصصت في طبع المصحف اللي هو، وان كان في طبع الورش موجوده في الازهر طبعة مصريه لقراءه ورش، وفي طبعة مصريه لقراءه قارون، بس نادره ما بيطبعوش منها كتير. ليه؟ لان ليست عليها طلب، محدش بيشتريها. لكن انا اشتريت نسخ من هذه الطبعات كلها الحمد لله عندي، يعني كل طبعه لمصحف بقراءه عندي الطبعات اللي هي يعني شايلها عندي كده في المكتب. يومئذ يتبعون الداعي. يومئذ، شوف التنوين هنا تنوين عن الجملة السابقة اللي هو ايه يوم يحشر ويوم يجتمع ويوم ينفخ في الصور، يعني ايه كأنه تنوين عوض. يقول لك يومئذ، التنوين ده عوض عن الجملة السابقة لوصف الأيام السابقة التي ذكرها. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، الداعي اللي هو يدعوهم إلى أرض المحشر، لا عوج له يعني لا اعوجاج له ولا اختلاف فيه، الكل يسمعه. وخشعت الأصوات للرحمن خفتت، لا صوت يعلو من هول الموقف. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. أدي الهمس من شدة ايه هول الموقف. يلا يا سيدي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ هو يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، يوم الحشر والنشور، يوم الحساب. يبقى يومئذ عوض عن وصف اليوم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، كالأنبياء والرسل والملائكة وأهل القرآن والصالحين والأولياء والعلماء والآباء والأمهات، كل دول يشفعوا في إيه؟ في أحبابهم إذا كانوا من أهل الإيمان، لأن ده ربنا أذن لهم، أذن لأهل الإيمان أن يشفعوا في بعضهم البعض. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
وإمام الشفعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام الأول صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم درجة، يلي بعد ذلك النبي باقي الأنبياء على ترتيب أفضليتهم، ثم تأتي الملائكة بعد ذلك، ثم يأتي الشهداء والصالحين وأهل القرآن وغير ذلك من أهل الموقف، يشفعون بعضهم لبعض. تفضل يا سيدي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. يوم ينفخ في الصور ونحشر. يعلم سبحانه ما بين أيديهم، سيدنا الإمام يعقوب البصري يقول إيه؟ أيديهم، أيديهم، وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به علما سبحانه وتعالى، فمن نسب الحد لله نسب الإحاطة، خالف القرآن وصار مجرما في إيمانه بالله. وكثير ابن تيمية له كتاب اسمه إيه؟ إثبات الحد لله، عنوانه كفر، عنوان الكتاب كفر. الحد اللي هو ان الادراك ان له حدود، الحد جامع الحدود، يعني معناه يضع الله داخل اطار، اطار زماني، اطار مكاني، اطار صورة. هذه المعنى اثبات الحد لله، ونعوذ بالله من ذلك. الحد معناه الاحاطة، والله لا يحاط به. فهمت ازاي؟ عشان تعرف بس المذهب التيمي اللي تبناه الوهابية وقالوا احنا اهل السنة والجماعة، خالفوا الاجماع الامة ونسبوا لنفسهم ان هم اهل السنة والجماعة، وهم حشوية مجسمة مجرمين جهلة. هو لفظ اليد لازم الجارحة، اليد ده لازم يبقى الجارحة، هم عايزين يخلوا اليد جارحة. وربنا له جوارح، أعضاء، أجزاء، أمال يعني إيه أحد؟ أحد يعني لا يتجزأ. ده هم غباوة في اللغة، لأن اليد في لغة العرب لها معاني كثيرة، فكل معنى متصور من اللفظ أن يكون الله على خلاف ذلك، لأن في قواعد لا تدركه الأبصار لا يحيطون به علما، في قواعد عقلية تحول بين فهم المعنى على ظاهره، لابد أن نحمل المعنى على غير ظاهره، المعنى المجازي. أنت لك يد علي، يعني إيه؟ لك نعمة، عملت لي فضل. فهمت؟ فاليد لها معاني كثيرة في لغة العرب. اليد بمعنى القوة، واخد بالك؟ وبمعنى العطاء، لها معاني كثيرة، فكيف تحملها بمعنى الجارحة في الله؟ والله لا جسم له سبحانه وتعالى، لأن الجسم مكون من أجزاء ويحتاج إلى محل. الجسم يفتقر إلى أجزائه ويفتقر إلى المحل، والله غير مفتقر. فلو جعلت الله جسم جعلته مفتقر، افتقر إلى أجزائه وافتقر إلى المحل. شفت إزاي؟ والله غني مغني مستغن عن الحال، لأنه هو الذي خلق المحل، فكيف يحل فيه؟ فهمت بقى يا سيدي؟ وبالتالي لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا يحيط، حتى انه اعجز المنزه عن التنزيه. يعني احنا حتى لو اردنا ان ننزل الله هننزل الله بقدر عقولنا، والله فوق قدر العقول. فاذا كان المنزه عاجز عن التنزيه، فما بال المجسم الذي في ايه؟ في اوحال التوحيد وقع. فهمت؟ يلا يا سيدي. وعنت الوجوه للحي القيوم. ايوه. وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه للحي القيوم، يعني عنى يعني ايه؟ خضع. عنت الوجوه، خضعت الوجوه، سجدت الوجوه. عنى منها عاني، عاني يعني اسير، خاضع. واخد بالك؟ والرسول يعني ايه؟ أوصيكم بالنساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات في بيت زوجها،
قاعدة مسكينة محبوسة لأولادها ومحبوسة لخدمة زوجها ومش عارفة تعمل طلباتها الخاصة. فلازم نتقي الله فيهم بقى ونعملهم معاملة حسنة، لأن كفاية إن هم محبوسين لهذا. فهمت إزاي؟ عاني يعني أسير، عانت الوجوه خضعت، فالأسير خاضع. يبقى عانت الوجوه يعني إيه؟ يعني خضعت الوجوه، يعني سجدت الوجوه، وعانت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما، خاب يوم القيامة أي خسر إيه؟ خسر الثواب العظيم ورضا رب العباد. من حمل يعني تحمل ظلما أي وزرا ومعصية وكفرا وشركا وغير ذلك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.